الحاجة التانية اللي متكلم فيها هي الفلات فوت. في نوعين من الفلات فوت، في حاجة اسمها فلكسبل فلات فوت، ودي يعني ان الطفل لما بيقف على طراطيف صوابعه بنلاقي ان الفلات فوت بتختفي وبيتكون الارش اللي هو الكيرف الطبيعي للقدم، وده طبيعي في كل الاطفال اللي بيتولدوا لحد سن سنتين او ثلاثة لما يبداوا بالتدريج يكونوا الارش الطبيعي. بس ما دام ان الفلات فوت دي فلكسبل، يعني الارش يتكون لما اقف على طراطيف صوابعي، مفيش مشكله، مفيش تخوف. وحتى لو ما تكونش الارش ده عند سن السنتين، ناس كتيره مننا بيكبروا وبيبطلوا النمو وبيبقى عندهم فلات فيت، ودي مفيش فيها اي تخوف جراحي الا في حالات معينه برضو. فبالتالي النصيحه انه لو الفلات فوت في الطفل فلكسبل ومش بتسبب ألم، احنا مفيش داعي ان احنا نبقى متخوفين. لكن لو في ألام، يبقى احنا في الحالة دي نبدأ ان احنا نسأل متخصص عشان نقدر نعالج الحاجات دي. وعلاجها بيكون بسيط، بان احنا بنحط فرش او انسولز بحيث انها تساعد ان الارش ده يتكون. سواء يكون الارش او لا، في ابحاث كتيره بتقول لنا ان النتيجه واحده ما دام احنا ما عندناش الام. في حالات سيفير لما يكون الفلات فوت دي شديده جدا، فعلى اللونج تيرم بتاثر على المفاصل، وفي الحاله دي لازم يكون في تدخل جراحي يساعد على حمايه القدم وترجعها لشكلها الطبيعي.